هنعمل حبه مقلوبه. طبعا انا قلت لحضرتك وقلت لست البيت قبل كده ان بفضل ان انا بسوي الرز مع اللحمه، بسوي الرز مع اللحمه عشان خاطر ما تطلعش عندك نيه او مستويه زياده او معجنه او جنب ناي وجنب كده، فبسوي الرز مع الصوص ده. ادي قرفه ناعمه وقرفه خشب، حبهان، ورق لورو، توابل، كمون، وشويه كركم، سلطان بيبر، ملح وفلفل اهو، وادي الفلفل. يبقى كله كده حضراتكم زي ما انتم شايفين في الجمال والحلاوه دي. هي مش هتطلع لونها براون او بني زي اللحمه، الفراخ بيضه. بس انا عجبني قوي الفته اللي معموله دي يا استاذ، بيقول لي يعني هي مش قوي، عمره ما لقى حاجه بعملها يقول لي حلوه. الله يا بلادنا الله. نعم يا فندم، نعم يا فندم. يا عم عمر، ايوه الو، بتسامني كمان اهو. يا لوز مقشر تعالى. يبقى كده حضراتكم لازم تغلي شويه وانا على مهلي اهو، حته سمنه عشان اثبت الفيجيتابل بتاعي. ركزوا معايا شويه عشان انا ايه بتدلع في الشغل كده حبتين، عشان ان شاء الله ربنا هيكرمنا معاكم. انا بقى هي قالت لي لا. طب وانا هي الفرخه ولا البيضه؟ طب ماشي، يبقى الفرخه والبيضه. طيب كده حطينا الكوسه، ادي بقى البطاطس او النبي حاول. هعمل ايه يا سيدي؟ اروح جاي كده خلي بقى الحبه دول كده مع الرز كده، اسوي الرز ده ثلاث ارباع سوا، بس اخد شويه من الجوز ده اهو 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 اهو. ادي بقى ايه حبه الشوربه اللي احنا شلناهم. عشان نكمل سوى الرز بعمل كده وخش بيه على النار شويه وتر اغطي